السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابعين قناة أثر الثقة يوميا الجديد. أحبابنا، واليوم خوتي جبنا لكم لي شومبر دونفون فلا كولور بلونش. هذه يا خوتي راهي فلا كولور بلونش، وجبنا لكم ثاني في البلون بالبلو. خرجوا بزاف هذين بعد ما عرضناهم عليكم ثاني فلا كولور مارون. خوتي الفيديو الخاص بالشومبر دونفون فلا كولور مارون راكم تصيبوه في أول تعليق مثبت وفي وصف الفيديو. خوتي للتوضيح فقط، هذا الشومبر دونفون راهي في البواتر خشب الزان. نبداو بلا كاردروب تاعهم خوتي، كيما راكم تلاحظوا فيها التصميم تاعها بزاف هايل من لو حتى لو با. لو تاعها شوف كيفاش مخدوم، عندكم المونطون تاعها فيه هذا الموتيف اللي لهنايا، خدمه فيني في البلون خرجت بيان فيني ما شاء الله، من تحت عاليه على الارض. شوفوا لي بي تاعها كيفاش مخدومين، مام خوتي لو ليد تاعها ثاني، شوفوا كيفاش مخدوم. باش نزيد نوضح لكم اكثر واش فيها هذا الشومبر دونفون، فيها كاردروب لي فيه 90 على 190، الكاردروب فيها 1.40 متر، فيها طابل دو نوي، فيها دو تيروار عالي على الارض ثاني، وفيها ان بيرو اللي هو هذا هو ان بيرو. هنا راكم تلاحظوا في دو شومبر دونفون، هذوما راهم هنا دو شومبر دونفون. البلون تقدر تكسبها الطفلة كما يقدر يكسبها الطفل، عندكم البلو بور غارسون. والسعر تاعها خاوتنا نقول لكم في بداية الفيديو هو 13,800,000 بالنقل والتركيب ل 48 ولاية. نواصلوا في الشرح تاعنا. الأخ وليدي تفضل معايا باش نعرضوها من الداخل بعد ما شفنا الشكل الخارجي تاعها اللي بزاف شباب. خويا وليد واش راك لاباس؟ الحمد لله. نبداو من اليسار. في اليسار خاوتنا عندكم ايطاجير بلوس اسباس بور تريب، هايكم ليطاجير تاعها حاجه سوليد. ليطاجير بالميتيبلي مام، عندكم هنا لو شون تاعها بالاتر، عندكم لهنا خاوتنا لا ترينغ خدمه بيان فيني. تحت ثاني عندكم ايطاجير بلوس ان تيروار هكذا خاوتنا، وعلى اليمين عندكم عندكم 4 ايطاجير، 4 لي ايطاجير كيما راكم تلاحظوا خدمه فيني من الداخل ومن برا. بليس لو با من تحت يولو 5 طبقات ما شاء الله. خاوتنا هاد لا شومبر دونفون تقدروا ديبلاسيوها فاسيلمون، واحد يحب ديبلاسي ديمونطيها 100 خطرة عادي جدا، تقعد واقفه وشاده باسكو راهي اون بوا اتر خشب الزان. تعودتوا انكم تشوفوا لي شومبر دونفون بالخشب الاصطناعي، هنا خاوتنا راكم تشوفوا فيها بخشب طبيعي اللي يشد ما شاء الله. هاو ليكم لو لي تاعها تاع البلون، شوف كيفاش يجي لي تاعها، يجي بيض في بيض. هنا خاوتنا راهو بالسيميلي كوير بالسكاي، هنا خاوتي تقدر يتمسح فاسيلمون. وفيه ثاني هذا لي موتيف اللي شاهدناهم في المونطون تاع لا كاردرو، فيه 90 على 190 والكاردرو فيها 140. شوفوا لو بتي دوسي شحال جبال ثاني مرفوض على الارض، يجي معاها ان سومي خاوتنا اللي صحيح بزاف ماشي لي لام، يجي فيها ان سومي. وهاي ليكم لا طابل دو نوي ثاني متحوفه، ما درنا لهاش قاعده زجاجيه، فكرنا في ولادنا لي زجاج ما لازمش يكون قريب ليهم هكذا. وتحت مرفوده على الارض فيها دو تيروار كيف كيف. هذا لو موتيف اللي شفناه في المونطون نزيدو نشوفوه فلولي وفي لا طاب دو نوي. خاوتي بالنسبه للزجاج اللي راهو لهنايا في الخزانه راهو داخل اونكاستري مشدود طري بيان، سما ما تخافوش كامل من ناحيه تاع الزجاج. وهاي ليكم لو بيرو تاعها، هذا هو البيرو تاعها اللي جاي به بلانيش تاعو، هذه لانيش تاعو تجي معاه خدمه متقونه مستفه في الاتر مهني مهني مهني. ها واش فيه خاوتي؟ عندكم فيه 4 تيروار، 4 لي تيروار، 2 تيروار اللي هذو هما اللي كبار، وعندكم هاد لو 2 تيروار ثاني. سما الطفل يقدر يكلاسي هنا الكتابات تاعو. شجعوا ولادنا على المطالعه بيان سير باش يكون عندهم الذكاء اكثر، يدير هنا يدير كتاباته ويكلاسيهم، يحط لهنا لو بيسي تاعو، يقدر مام يدخلوا لهنايا هذا البيرو اللي راح يوفي له كامل لو بوزوان تاع الطفل هكذا. احبابي دوكا نروحو نشوفو التصميم
تاعها في لا كولور بلو. في البلو شوف كيفاش مخدومه، عندكم لي دو بورت جايين في البلو، هاي لا ثاني. في المحتوى الداخلي فيها الكولور داخل ما فيهاش، في البلون في السامبل، هاي جايه السامبل كيما الاخرى خاوتنا، جايه السامبل كيما الاخرى في الاتر، هذا هو لو بوا اتر. نزيدو نشوفو لو بيرو، البيرو تاع الشامبر دونفون في البلون بالبلو، فيه هذا لي تيروار بالبلو. نزيدو نشوفو المحتوى الداخلي تاعهم، المحتوى الداخلي ثاني جاي بالبلو ما شاء الله، خدمة بزاف متقونة خاوتي. وهاوليكم لولي، لولي تاعها ثاني مخدوم بالآتر، وهنا كابيتوناج بالأونتيطاج في لا كولور بلو سيال، كولور تاع أولاد خاوتي. وعندكم لهنايا مرفودة على الأرض ثاني، بلوس لا طابل دو نوي ثاني خاوتنا بلون بالبلو، خدمة ما شاء الله. هذا الشومبر دونفون تستاهل كل خير، قلت لكم البلون تقدر تكون بور غارسون، تقدر تكون بور في ثاني، البلو نورمالمون بور غارسون، هكذا حبابنا. نشكركم خاوتي على متابعة هذا الفيديو، ما تنساوش راهي متوفرة ثاني في المارون، معليش نديرها لكم، ديروا جولة عليها في المارون، جولة خفيفة برك، راني عرضتها لكم من قبل، ها لكم المارون تاعها مخدومة في المارون فلامي، قوة. ها واش يجي فيها؟ يجي فيها هذا الكاردروب اللي بزاف هايلة، يجي فيها طابل دو نوي ولو لي ولو بيرو، هكذا احبابنا. نفس التصميم نفس الخدمة. وباش نوضح لخاوتي واحد الحاجة، هذه هي ما راهيش شومبر جوست بور اونفون، يقدر مام يكبر فيها وتولي شومبر بور ادوليسون بطريقة جد سهلة، باسكو علاش؟ لو لي كبير، طاب دو نوي متحوفة، البيرو كبير، والكاردروب ثاني كبيرة اللي تقعد تكفيه كامل الشباب تاعو. نشكركم خاوتي على متابعة هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.